ايش يا المجتمع ده؟ الناس دي غريبة يا جدعان. لما تنزل بوست عادي عادي نفجره لك لايكات لايك وشير وكومنت ويدو ويدو. تيجي تنزل اعلان لا 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 صباعي يتحرق. لا ما عملش لايك على الاعلان. لا بس احنا مش كده. نزلنا بوست جديد يا جدعان دوسوا هنا عشان تشوفوه. مش اعلان لا مش اعلان فيديو عادي اتفرج عليه فجروا لايكات. انا لبسي وذوقي ولون سجادتي انا حزين والله حزين وجئت اشكو همي وحالي. حد يحس بيا والله بجد يعني. استنى بس استنى بس والله انا يعني يمكن والله العظيم حد من اللي بيتفرج على الستوري دلوقتي يكون عنده حل لمشكلتي. الموبايل بتاعي عليه 40,000 صوره وفيديو 512 جيجا اتفرمت مش عارف يتفتح مش راضي يتفتح مش راضي يتفتح. وكل ما اروح لحد يقول لي ايه امفرمطولك. فطلع ستوري من الموبايل بتاعي يا جدعان. بيشحت الموبايل بتاعي عشان يطلع ستوري. تخيل لما يوصل بيك الحال لانك تشحت موبايل تطلع منه ستوري. 512 ده انا كنت خايف امسح صورتين عشان الاثنين كانوا عاجبني. انا في صورتين كنت بقارن بينهم الاثنين عاجبني خفت امسح. لو حالك احسن من غيرك دوس لايك ونزل ستوري. اعمل ايه والله؟ طب بجد والله لو حد بيتفرج على الستوري ده وعنده حل. الموبايل بتاعي ايفون 12 برو ماكس 512 اتفرمت مش راضي يفتح. الستوري فول وكل حاجه. ها يا جماعه بسرعه اجي لكم.